غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. ألو ألو، سلام ونعمة. ألو، أهلا وسهلا الأخ مراد فارس، ربي يباركك. ألو، لعلي ساعتك. لعلي ساعتك انا اسمي ابو مريم وبكلم حضرتك من امريكا. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا حضرتك يعني عالم من اعلام الكنيسه، كنيسه الاخوه. حضرتك كنت تقريبا رئيس الطائفه او حاجه زي كده ولا خلاص؟ لا مجرد بس العلم بالشيء، بس كنا عاوزين ناخد بركه واخد بالك، فكنت اعتقد كنت حضرتك ماسك الطائفه. anyway كان عندي استفسار لو في امكانيه، لو تكرمت في امكانيه. تشكرين يا فندم، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. في حضرتك تشكرين يا فندم، في رساله العبرانيين الكاتب في العبرانيين 9:22 يقول: وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفره. طبعا الكتاب نعم الكتاب يوضح لنا طبعا اكثر من مره، اتكرر نفس الكلام ده في العبرانيين 9:22 9:12 13 14 26 كمان بولس في رسالته الى افسس الاصحاح 5:2 يقول: واسلكوا في المحبه كما احبنا المسيح ايضا واسلم نفسه لاجلنا قربانا وذبيحه لله رائحه طيبه. نفس الكلام كررنا في العبرانيين 9:26 عبرانيين وهكذا. طبعا اسم الخروف موجود في العهد الجديد خاصة في رؤيا يوحنا 28 مرة بيتكلم على يسوع كده، فبيقولوا هؤلاء سيحربون الخروف والخروف ينطحهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين وهكذا. وبعدين ورأيت الجالس على العرش خروف كأنه مذبوح له سبع قرون وسبع أعين. إذن هو الذبيح الذي قدمناه للرب، لكن مش ده الكلام ده صح كده ولا انا غلطان الى الان؟ ده صح كلام جميل جدا جدا جدا. لكن حضرتك انا رحت للعهد القديم وجدت مشكله في الموضوع ده. ايه المشكله؟ اولا وجدت واحد ان الله لا يقبل الذبائح البشريه، فبقول لك الذبائح البشريه ركس كما يقول الرب. مثلا على سبيل المثال في ارميا 32:35 يقول: وبنوا مذابح للبعل في وادي هنوم ليقدموا بنيهم وبناتهم بالنار قربان للإله مولاك، وأنا لم أمرهم بذلك ولا خطر بقلبي أن يعملوا هذا الركس. أكثر من مرة أتكلم على دركس. اثنين، الكتاب المقدس يقول أن الذبائح البشرية نجاسة. ارجع إلى سفر المزمور 106 من العدد 37 للعدد 41. كمان الكتاب المقدس في التوراة بيقول إن الله لم يأمر بتقديم الذبائح البشرية. فين الكلام ده؟ في التثنية الإصحاح 18 من العدد 9 للعدد 21. كمان الكتاب المقدس يقول إن الذبيحة البشرية هي فقط عمل الوثنيين، شيء خاص بالوثنيين. على سبيل المثال سفر الملوك الثاني 21:6 وغيره. كمان الكلام صح. كمان الكتاب نعم. فهنا الشاهد من هذا الكلام كيف ان الله لا يقبل الذبائح البشريه وان الله يقول ان الذبائح البشريه نجاسه ومن عمل الوثني وركس، ويذبح نفسه او يذبح ابنه يقدم نفسه كذبيحه. قولنا لنا الذبائح البشرية الله لا كان ما قالها في العهد القديم، يعني فاكر حضرتك ليه؟ يعني السبب ايه؟ السبب الذبائح البشرية عمل الوثنيين اساسا والله لم يأمر بها الكتاب. ليه طيب؟ انا بقول لحضرتك لأن الإنسان ايوه يتنفس بالخطية. ماشي، الإنسان مش يتنفس بالخطية، يبقى ذبيحة هنقدم ذبيحة نجسة. لكن لما يجي ابن الله ويتطهر وقدوس يقدم نفسه تبقى ذبيحة مقبولة لأنه طاهر من جوه كل البشر كل الأنبياء.
بلا استثناء حضرتك الكلام ما ينفعوش. حضرتك الكلام اللي بتقوله لكن ابن الله لما جاء في جسد انسان كان انسان طاهر قدوس، فينفع ان تقدم ذبيحه عام الناس المجلسين المسلمين. يعني انا وانت خدها مجلسين. لا حضرتك ما ينفعش يتقدم لله. حضرتك لا، لكن هو كلمه هيتقدم لله انسان كامل قدوس. هو الوحيد اللي قال عليه يا هذا. مراد اصبر حضرتك نجس، ده مشكلتك مش مشكلتي انا. انت نجس مش مشكلة، ما تقولش عليا نجس. حضرتك نجس دي مشكلتك مش مشكلتي يعني. ما تقولش عليا انا نجس، انا مش نجس. النقطة الثانية، الكلام اللي سعادتك بتقوله مش موجود في الكتاب المقدس. فين الكلام ده في التوراة؟ انت ما تتكلمش لما انا اخلص كلام. العمليه مش كده حضرتك، لما تتكلم بشيء بيجيب بالدليل. اللي انت بتقوله كلام مرسل. فين الكلام اللي انت بتقوله في العهد القديم ان احنا ممكن نقدم ذبائح بشريه اما يكون طاهر؟ اديني الريفرنس. لازم تقدم ذبيحه طاهره يا الله. فهمت ولا ما فهمتش يا ابو مجد؟ وروح بقى انت مع ابو اسلام وخلص الربيع ده. متشكرين جدا، مع السلامه. ده اللي عندك بتتكلم كلام مرسل. مين ابو اسلام اساسا؟ اتفضل حضرتك. هذا الرجل الرئيس. ما انا قلت لكم يا اخوه كرام، ما انتم مش ثواني حضراتكم عشان تعرفوا، بس عشان تعرفوا انت مش اول مره اتصل بيه. اخونا كندي ان شاء الله يعمل بحث ويجيب لكم للصلاه. ثواني بس عشان اديكم البيانات بس. أنا عندي بيانات وهنا لوحده، لأن من الشخصيات المهمة في الكنيسة الإنجيلية في مصر. ثواني بس عشان أقول لكم ده كان رئيس إيه أو مجمع. مش الكنيسة الإنجيلية في مصر لها 17 مجمع، ورئيسهم مين؟ أندريا زكي. ثواني أقول لكم ده تبع كنيسة الإخوة. أهو تبع كنيسة الإخوة، ده تبع كنيسة الإخوة، ودي مجمع كنائس الإخوة، ودي فرع من فروع الكنيسة الإنجيلية في مصر. فرع من فروع الكنيسة الإنجيلية في مصر. طيب ثواني يا اخوة كرام، ناخد نقول هي واحدة بس. اديكم بياناته تاني معلش. فين راحت؟ فين الأخ مراد فارس؟ دي مركز كبير جدا في كنيسة الإخوة، وهي مجمع إنجيلي في مصر. الكنيسة الإنجيلية في مصر لها 17 مجمع، رئيس الطائفة كلها أندريا زكي، وده من الناس المهمين جدا في مجمع كنيسة الإخوة. اللي بعده شوف واحد كاثوليكي عشان إيه نعمل. طيب ما شاء الله النهاردة زي ما انتم شايفين كده، إيه ناس في قمة الأهمية أهو. فضلوا حضراتكم أهو. اتصال قبل كده؟ ما اعرفش كام اتصال قبل كده اول مره، يعني في كام اتصال عليه قبل كده. اتفضلوا. اتصال قبل كده نزله اخونا كاندي اهو في البلطوك. اتصال الشيخ وسام على الاخ مراد فارس كنيسه الاخوه الانجيليه، لابس غباءه الارثوذكسي بجهل وافلاسه وهكذا. اتفضلوا حضرتك. ما اعرفش ليه اتصال واحد قبل كده او اكثر من اتصال. اللي بعده خلينا نعمل بحث اللي هتصل بيه الاول. بالمناسبة يا اخوة الكرام، هذا الرجل مهم برضو جدا، وليه حضراتكم ليه تسجيلات كتير جدا على اليوتيوب. منها رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأول، الأخ مراد فارس. يلا. وده كان بتاريخ 24/1/2016. اللي بعده. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم
أماتوه فما هذا الإله وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه وهل خلت العوالم من إله يدبرها